السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. هل تركيا تعطي إقامات بعد أو ما تنطي؟ تابع الفيديو. شنو الشروط الجديدة بالإقامة في سامسونج؟ المناطق اللي حددوها ما تصير عليها لا إقامة ولا نفوس في سامسونج. تابع الفيديو بصورة صحيحة، مو تكمل الفيديو أو ما تشوف الفيديو عن نص وترجع تسألني نفس السؤال. هذا الفيديو كل الشرح فيه، تابعونا بعد هذا الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعين القناة، اليوم موضوعنا طبعا الأكثر اللي هي المواضيع هسه حاليا هي بخصوص الإقامة. أنا راح أحكي لكم عن الإقامة في سامسونج، وبنفس الوقت أريد أنوه على يعني أسئلة جتني هواية. أغلب العالم قالوا شنو تركيا صارت ما تعطي إقامات؟ ناس شايفين مثل منشور انه وزير الداخليه مصرح انه اكو 12 محافظه او 13 محافظه ما يعطون بها اقامات. ومن الحكي هذا حبيت اوضح لكم هاي المساله. شوفوا، ماكو دوله بالعالم ما تنطي اقامه. اسوأ جواز هو بالعالم هسه مو الجواز العراقي صار، خلينا نقول هم اذا تروح يجي واحد غريب هم يعطوا اقامه. ماكو دوله ما تعطي اقامه، لكن كل دوله لها شروط، واذا الدولة مقسمة الى ولايات فكل ولاية راح يصير بيها شروط، ماشي؟ يعني اذا دولة هي نظام برلمان مو رئاسة جمهورية او كذا، فراح تصير كل ولاية لها فت شروط معينة. هنا هسه حاليا بتركيا يعني كل محافظة لها فت نوع من الشروط، بعدين تتوحد هاي الشروط، يعني يطبقوها على محافظة محافظة وبعدين تتوحد. على كل حال اكو محافظات مثل ما فهمناكم سابقا، يعني مره قلت لكم اكو محافظات يدورون شو اسمه حساب بالمصرف على عدد افراد العائله وتدفعه، وبعدين تقدم اثبات انه انت عندك راتب او حواله تجيك من بلدك، يلا تقدم على الاقامه. الشرط الاخر انه صار صاحب الشقه هو يجي وياك للنوتر يوقع العقد، ماكو بعد تروح على مكتب والمكتب يقول لك انا اكمل لك العقد ومن هالسوالف. هسه هاي خلصنا منها، نجي على سامسونج. الشيء الجديد اللي صار بسامسونج مثلا، انت جاي جديد تأجر شقة تريد، ما دام انت جديد راح اعتيادي هاي مال صاحب الشقة يجي وياك للنوتر وكذا من تيم العدها. اول شيء راح يطوك 6 أشهر من تطلع الإقامة مالتك، 6 أشهر. بعد 6 أشهر انت طبعا بالحالة مثبت نفوس على الشقة اللي اخذتها، بعدها راح يطلبون منك الاوراق، يعني مالتك نفسها هي الاقامة والجواز والنفوس، وتجي تقدم تصير سنة. بس شنو الشرط اللي راح ينضاف؟ تضيف حساب بالمصرف. انت بخلال هال6 أشهر تسوي لك حساب بالمصرف مثلا بزراعة بنك، وتجي تضيف حساب بالمصرف. النفر يطلع بحدود 6000 إلى 7000 ليرة النفر الواحد. يلا يجددوا لك إقامة ويطوك وراها سنة، يعني بالبداية 6 أشهر بعدين سنة. واضحة؟ واضحة المسألة أعتقد، يعني مو في شيء صعب. يعني ماكو، قلت لكم ماكو واحد يقول لك والله منعوا الإقامات، لا يطون إقامات بس كل شيء بحسابه. هذه خلصنا. الإجراء اللي صار بسامسونج الجديد انه عندنا مثلا شارع الامنيات، هي محلة 19 ماي يسموها، وحرية محلة الشفلك تقريبا الحد يم سوق السبت، يعني هذني الشقق لا يطون عليها نفوس ولا يطون عليها اقامة. حددوها شلون عندنا اسطنبول بازنيوت وبالفاتح، اعتقد ما يطون لا نفوس ولا اقامة. هنا نفس الشيء، حددوا اكو اماكن اذا انت تهجر بها مثلا تريد تسوي نفوس، انت عندك اقامه قديم
وجيت تريد تسوي نفوس ما ينطق نفوس، لازم تغير السكن. جيت جديد واجرت بهالمكان ما تصير، ما تطلع لك اقامه، تغير السكن. هاي انا احب انوه لكم علي عامل، لا تتورطون من تيجي تروح تاجر بالتشفلك والله لين حلو، وراها تروح تقدم عليه قمه ويرفضوك. فالتشفلك شارع الامنيات، شارع غازي، المناطق القريبه على جامع رستانه، يعني هي حريه محله هذني، ما ينطون عليه لا اقامه ولا نفوس. هسه المعلومه يعني كالاتي، انت تجي جديد اول شيء يعطوك 6 اشهر، ورا ال6 اشهر تسوي حساب بالمصرف وتودع لكل نفر حدود 6000 الى 7000 ليره، احتمال يصير ارخص بعدين، وتقدم على الاقامه طبيعي. زين، هاي الشغله اللي صارت جديده، ويعطوك وراها سنه مو 6 اشهر. ورا السنه من تجي تجدد ماكو مدخل لحساب بالمصرف، يعني بس اول مره الاثبات مالتك انه انا عندي فلوس دارتب اموري هيك، يعني بس اول مره، يعني مو على الدوام. هذا ينطبق على الجديد. اما القديم لا، القديم مساله طبيعيه، يعني يجي يروح يجدد هو ما طول ساكن، حتى لو ساكن بتشفلك وغير مكان، ما طول عنده نفوس قديمه يرجع يقدم على الاقامه طبيعي، الاقامه مالته ماشيه. اصحاب الملك ما مشمولين بهذا القرار، اللي عنده شقه ملك يسوي نفوس يريد يجدد اقامه ماكو اي اشكال بيها. هسه فهمتوا؟ وبعد ماكو يجيني واحد عراقي سوري اي شخص مشتري شقه ومسوي اقامه عقاريه عليها ويروح ياجرها لشخص يورطه. انا هاي دا انبه على هذا الموضوع، من شخص عراقي وهذا الشخص العراقي مسوي اقامه عقاريه وانت تجي تاجر من عنده وتقول له تصير عليها اقامه، يقول لك روح سوي عادي، هو ما يهمه، اخذ الاجار والتامينات بجيبه ماشي، عوفنا من الدلاليه، الدلاليه مو اله، فاخذ تاميناته واخذ الايجار حطها بجيبه. انت جيت اجرت ورحت قدمت اقامه هناك رفضت، انت من رفضت وبعد شي يهمك؟ قبل راح يرجع لك فلوس؟ ما يرجع لك، يقول لك هاي دوله انا شو العلاقه؟ تقول له ليش ما قلت لي انه ما تصير؟ يقول لك انا ما ادري، ايش ما ادريني. يجي غيرك وكذلك، وهاي هذا اللي يسمونه النصب. فلذلك انا انصح تاجر لا تاجر، يعني الشقه تكون باسم شخص تركي افضل، لا يزعلون العراقيين، لا يزعلون اصحاب الملوك. في حاله صاحب الشقه عراقي ما مسوي عليها اقامه عقاريه، مسوي عليها اقامه سياحيه، والشخص العراقي موجود داخل تركيا، ماشي داخل تركيا، ما طالع لا يمنه ولا يسره، تقدر تروح تسوي اقامه عليها بشرط هو يجي وياك يوقع العقد بالنوتر، ثانيا يسوي تعهد يروح لك، يعني يسوي لك تعهد ان اقامتك ما ترفض، هذه تقدم الى الامنيات تاخذ راي الامنيات. عمود اذا شغله اصوليه تبلش، شغله مو اصوليه لا تبلش، عمود لا ترفض الاقامه مالتك، لان تعرفون الرفض يعطيك مهله 10 ايام تغادر. فحبيت انوه على هذا الموضوع. واي استفسار هاني حاضر، رقم بالشاشه، حساب التيك توك راح يبين ايضا، وبالوصف وبالتعليقات ارد عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.